نرجع نشوف نفس عدد النواب من التيار بالمجلس النيابي؟ ما بعرف، ما عندي فكرة. يعني هيدا أنا لا ربيع الهابر ولا مشال حايك ولا ليلى عبد اللطيف، أنا شرب الخليل. ما أنت اسم الله عليك، عرفت الثورة قبل ربيع الهابر وقبل مشال حايك وقبل ليلى عبد اللطيف؟ ما عندي معلومات عن ما عندك. لا. في انتخابات هيدا نبلش؟ أنا بقول لا. بتقول ما في انتخابات؟ ما. ولا عم بقول إيه. طايرة الانتخابات. إيه. إيش. هيك قالك الوزير جبران؟ شانتال. شانتال قالت لك. ما دام هيك انه بدك لا في يكون معلومات الوزير انه غلط، ما انه خلاص ما انه هو عم يشتغل وعم يعمل حمله. انا بقول له انا برايي ما في انتخابات. شوفي شو شوفي ما في انتخابات هلا. عم ينحكى انه معقول يكون في حرب، انت بتقول في حرب؟ الحرب انه نتيجه تداعيات الحرب الروسيه الاوكرانيه يعني. يمكن ما يمكن بعرف. فقط لبنانيه اسرائيل انه فيها تكون ليك هلا اذا تطورت صار في دخلت عده دول اكيد لبنان ما رح يضل هيك رايق، يعني بده يكون صار يعني نحن على خريطه الخضات اللي بدها تصير. اذا بدها تتطور الحرب الروسيه الاوكرانيه يعني في حرب عالميه ثالثه، مش ضروري حرب عالمية تالتة، يمكن اقليمية. انه هلا الصين تايوان لا حك. اذا صارت حرب عالمية تالتة كبيرة رحنا نووي وخلصنا وودعناك. ما بتصور هالقد رح تصير. بس اذا بدها تصير على الخط الاقليمي بين روسيا اوكرانيا تركيا لبنان قبرص سوريا لترسيم خطوط الغاز وما يحكى عن غاز، اكيد لبنان عنده خطة. بس أنا ما كنت عم أقول قبل، يعني عندي إحساس ومن إلي سنة بقول وبغري. هيدا سبب الانتخابات، تأجيل الانتخابات ولا ما خصصة بها؟ يعني الحرب اللي معقول تصير صدقني ما بعرف، بس هيك بحس أنه هلأ أنا طبخة الانتخابات ما نضجت، يعني ما رح تصير بأيار. ما رح تصير بأيار. وسيمدد للرئيس؟ ما بعرف. ما بتعرف؟ كمان لا ما بعرف. وشو عرفنا؟ الرئيس رح يسلم لفراغ؟ شو؟ رئيس عون رح يسلم فراغ؟ قالوا لا قالوا هو بقول لا. يعني بقول لا انه ما بقبل يتمدد لي. عرفت ايه؟ بس هلاني بعدين المعطيات بس ما كل شيء عم ينحكى عم يصير العكس. يعني مش عم بحكي بس الرئيس عون، عم بحكي جنرال بالبلد. عطيني. كل شيء يعني هلا عم ينحكى في انتخابات، بكره ما بيطلع في انتخابات بيتمدد مجلس النواب. الرئيس عون بده الانتخابات. عرفت كيف؟ يعني كلهم بدهم الانتخابات. ما حدا ما عم يشتغل إلا ما بده الانتخابات. بس إنه مين بده يعرقلها لكان إذا كلهم بدهن؟ إذا عم تقلي معقول تتأجل، مين بيعرقلها لكان إذا كلهم بدهن؟ إذا ما في توافق إقليمي ودولي على إجراء الانتخابات بلبنان ما بتصير الانتخابات بلبنان. رح نروح أنا وياك لبريك. ما بتصير. رح نروح أنا وياك لبريك ونرجع لنتابع حلقتنا. وما بعرف يعني آخر جملة قلت لي إياها توافق إقليمي دولي ومع وكل شيء بينحكى إنه الإقليم الدولي هو اللي بده الانتخابات اللبنانية، يعني دول الخارج هي المصرة. الصندوق النقد الدولي بده. ما تشد إيدك كتير. تنشوف. حكي الإعلام بيبقى كتير مرات عكس اللي عم ينشغل خلف الكواليس. منيح صباحك نهار الأحد اليوم معي ولا لا؟ اليوم أحد المرفع. قاطع صايم هالصيام؟ أنا برأيي لازم تصوم على تويتر. صوم على تويتر؟ ايه. لا بالعكس. حسيتك بتحبه كتير، ما هو الصيام لازم تصوم على شيء بتحبه. ايه ما رح اطلع معك من هلا لاخر الصيام، انا بحبك كتير راجل. ما مش هيك جبتك على احد المرفع ترفع تعمل حلقة. الدير يوم تويتر حللك كتير قصص، يعني شو ما بدك تقول تعلي السقف على الاخر. منبر وانا عندي انتشار على تويتر وفي كتير متابعين. واللي بدك تقوله قدي خلق لك اعداء. شو هو هالمنبر؟ مش تويتر بس خلق لي اعداء، انا برامجي بشكل كبير. انا من زمان برامجي خلقت بكل فتره. رالف كان يخلق لي عدو بمكان ما، مش عدو، خصم عداء، لانه ما نهايه يعني. نرجع نتصالح، ما في عداوه دائمه. أنا مثل ما تصالحت مع دكتور جعجع. شو هو؟ تصالحت معه ورجعت تسبيته. هيدا مع الدكتور جعجع ما في عداوه، في خصومه سياسيه. يعني هلا انت بتحبه. شو بتحبه؟ يعني مش ضروري احبه، بس انه منه عدوي يعني. هلا انا ضده. بس انت بتشرب عنده هلا قهوه بمعراب؟ هلا ما رحت تركب اكيد. ما بيستقبلك. شو ما بيستقبلك؟ من قال لك انا بطلع؟ بس هو ما بيستقبلك. وانا ما بطلع.
أنا ما بطلع لهم يستقبل. ما طلعت قبل مرة شهر. اللي بيطلع قبل مرة بيطلع هلأ إذا جبران بيصير رجع عمل تسوية تيجي رئيس جمهورية بيقيك قبل جبران بمعرب. بدك نحط شرط؟ شو بدك تطلع بتعتذر مني على الهواء انه اذا طلع جبران بسيل وعمل تسوية حط شرط اذا قال لك جبران وقال لك تعا معي بتقول له ما بدي رح نحطها اكيد بقول له ما بدي بتقول له ما بدي ايه انه شو مفكر يعني طب حط شرط من حط شرط هلا بس بدك يدق لك جبران عند كل عند كل شو اسمه المذيعين عم يسمعوا المستمعين عم يسمعونا هون بالإذاعة اوكي ايه أوكي. إذا برجع بشوف صورة لشرب خليل مع دكتور جعجع ممكن إذا هو إذا هو استقبلك أنا شيء تاني أنا بطلع بطلع بحال وفيت بطلع بعزة لا لا صدقني لا لا لأنه على الموت بس بحال وفيت أكيد أكيد بحوك كنت انتقده ببسمات وطن وديمقراطية على الشارع على قلبه توفى يعني. توفى مش هو ما عم اخر شيء مين توفى بيو او امه بيو بعتقد ايه طلعت عزيته مع انه كان في اوه يا لطيف كل جمعة قبرشه ببرامجه طلعت عزيته على الموت ليك على الموت بدك شو قال لك تبعد عنه ماشي سلم علي وخلي لك عائلتك وان شاء الله بتسلم وعادي عادي كتير طبيعي بس انه اطلع شو بدك يعني اعمل بمعراب ما بتأثر انا بالوجبات ما بأثر والاكيد خاصة بالموت خاصة بالموت يعني في كتير اخصام بس يتوفر من حدا بعزيهم او بتلفن بعزيهم عرفت سألت شي مرة الوزير باسيل ورقة التفاهم بين معراب والرابية اللي صارت شو بتتضمن ايه بس مش لأنه صار في اتفاق أنه تبقى سرية بين الطرفين مش والاتفاق أنه تبقى سرية طبعا أنت خير تعرف هلا بس نخلص مقبلي بخبرك مزبوط طب رح أسألك سؤال معين مزبوط أنه بعد الاتفاق بضمنه أنه بعد ما يجي الرئيس عون ترجع الطيار بينتخبوا جعجع كرئيس جمهورية اتفاق سري في هيدا البنت بنوده سرية أوكي واللي خبرني عنه مش الوزير جبران باسيل الرئيس عون ولا الرئيس عون مين ابراهيم كنعان ما او ملحم رياشي النائب ابراهيم كنعان ملحم رياشي صديقي كتير ومثل خي يعني. طيب يعني بس انه اكيد النائب ابراهيم كنعان اقرب شو اسرع لا مش ضروري انا ما اشتغلوا عليه خي انا وملحم اصدقاء قبل ما اصير اصدقاء انا واستاذ ابراهيم طيب طيب يعني حدا منه ايه بس انه يا اخي مضمون الاتفاق سري ليش انا بدي اطلع احكي على الاذاعه يعني كرمالك ليش ليش مضمون اتفاق صالح بده يكون سري سالون ما انه صالح خي يسالون ما انه عمل لك ما انه صالح صح او لا لو صالح ما بيكون سري لو شيء ما بيستحوا فيه ايه؟ ما بيكون سري لا شو خاص لا 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 شو خاص بركي عندهم خطط استراتيجية ما بدهم يسربوها مين ما بدهم يعلنوها للمصلحة العامة ما زال بتعرف انت بحال معاهدة يمكن بوجود المسيحي هني كطرفين مسيحيين ما زال بتعرف بهالاتفاق او المعاهدة او شو بدنا نسميها سميها مين الاخل فيها مين الاخل فيها ايه. انه هن الطيار بيقول القوات والقوات بيقولوا الطيار انت كمعرفتك بهيدي مين برايك اخل فيها اكثر لا انا ما عم بحكي مين اخل بالاتفاقيه انا عم بسالك عم بحكي بالتصرفات وين بلش الخلل ايه وين عرفت بلش الخلل بالحكومه من القوات طبيعي ليش مع اساس جايين وصافي يا لبن وهول وزراء لكم نحن وبدنا نتعاون صار كل مشروع او كل وزير من التيار بده يعمل شغله ما يطلع بوجهه الا جماعه القوات وحركه امل قوات وامل يعني شو عم تعملوا انتم معنا او معنا به بره هون بلش الخلاف يعني القوات عم بتقول انه القوات اخلوا قوات وامل بس ايه انه القوات وامل ما في اتفاق بيناتهم اوكي ما عم اقول لك انه قوات وامل بمجلس الوزراء يعني القوات اختاروا امل بمجلس الوزراء ما اختاروا في برايك في فرصه ليكون الوزير باسيل نائب جبران باسيل رئيس جمهوريه هاي عم بتنبأ انا اذا بدي اقول لك في فرصه
قلت لك بكون عم بتنبه، أنا لا بتنبه ولا بتوقع. معقول يصير في تسويات؟ ما هذا الجواب كتير بكير في قصص عم تنحكى تحت الطاولة انه معقول يرجع يصير في توافق سني على الوزير بسيل، صح او لا؟ لك شو بدك بالحكي، صح او لا؟ هي الحكي كله لا لا، هذا حكي واعلام واخبار، مثل ما قالوا انه هلا عم شيلوا ضحوا بالخط 29 ليشيلوا العقوبات، ليك ما كذبه، شو خصوا الخط 29 بالعقوبات؟ ما بعرف، شو ما بتعرف؟ ما عن جد ما بعرف، ما له علاقة بلبنان كل شيء. ما خي ما طلعوا الأمر تليفون بيضحك فيك، خي طلعوا الأمريكان وشينكر طلع وقال ما معه علم بهذا الموضوع، والأمم المتحدة طلعت قالت ما حدا شال الرسالة عن الموقع، يعني الكل نفي الموضوع إلا بعد أبواء الثورة والإعلام والمدرسو مأكدين وبدون يحكوا وبيضووا. اللي بيقولوا عنك إنه أنت بوء، إيه اللي بيقولوا عنك انه انت بوق، ايه للطيار، ايه مو انا بقول عنهم ابوء، لا على قليلي انا بوق لحدا وطني، ماني بوق لا لسفارة، يعني انت بوق يا خي، سميني بدك تسميني بوق، انا عم بسألك، ايه انت عم بتقلي انا بوق، انت عم هني انت هني عم ما عم بقولوا عني بوق، ايه بلا يقولوا بوق. البوق مين الوطني؟ اللبناني مين الوطني؟ احسن ما تكون بوق لسفارة، احسن ما تكون بوق لا فاسد، احسن ما تكون بوق ل ان جي او، احسن ما تكون بوق لجهاز مخابرات، على القليل اذا بدهم يسموني بوق لرئيس الجمهوريه مش كتير، اني على القليل انه لرئيس جمهوريتك، يعني ما حدا له ممسك عليك. هلا تعبير بوق مين ما كان بده